محسن منصف، انا بغيت نسول منصف بصراحه وي وبلا نفاق بلا زواق، داكشي اللي كان كيفاش كيجيك الاداء ديال محسن كممثل؟ انت دابا متمرس ومخرج وفاهم، كتفرج كيفاش كتشوف الاداء ديالو؟ كيجيني ممثل متوفق في داكشي اللي كيديرو، مقنع وممثل يعني نقدروا نفتخروا به في بلادنا. هاد خوك ظريف، هاد خوك ظريف قلت لي قول الصراحه وبلا نفاق. انت ملي كتشوف الاداء ديالك منصف كيقنعك الاداء ديالك ولا كتقول لي خصني بصراحه ديما كتبان لي شي حاجه ما درتهاش نقدر نقدم مزيان. بصح يعني ديما كنقول راه زقلتها مثلا هنا، لانك ملي تكون في الداخل كتعرف لي زوتي ديالك، كتعرف الخدمه كيفاش دايره، دونك ما عمرني تنقول راه 100% راه عجبني راسي، ولكن داكشي علاش قلت لك كنبغي نتفرج باش كل مره كنحاول نقاد ناجيستي لي شوز ولا نموديفي شي حوايج، تصلح شي حاجه نصلح. كتبغي تاخذ الاراء ديال الناس مثلا طبعًا. على الاداء ديالك كتسول لونتوراج ديالك؟ بزاف بزاف كنسول الناس، وميم اللي كيدوز شي حاجه حتى الناس يعني الناس اللي كيتبعونا دايوغ، ما تحيه كبيره للجمهور اللي كيساند وكيف كنقولوا بلا متلقي ما يمكنش يكون الالقاء، ما تقدرش تلقي شي حاجه، فتنسول الناس على الراي ديالهم في المواضيع في الشخصيات، وكناخذ بعين الاعتبار بزاف د الحوايج كيقولهم ليا. نعم محسن المنصف، غندير معكم دابا واحد لو جو، غنعطيكم واحد صور. هي صوره واحده فيها ثلاثه ديال الفنانين وكيبان غير واحد جزء من الوجه ديالهم، غتحاولوا تعرفوا شكون هاد الناس اللي كاينين في هذه الصوره. اوكي نشوفوا الصوره الاولى، نشوفوا دقه الملاحظه ديال المخرج. طاليس الاول زيد سميثها نيف، ما عرفتش الثانية سميثها ماشي ابتسام، فاتي جمالي ثالثة ثالثة نشوفو، ماشي ابتسام العروس هذيك؟ لا نشوفو. ها صعيبة شوية ياك، صعيبة شوية. يلا نشوفوا الصورة الثانية، هدى الريحاني الأولى. هدى الريحاني ديما نفسي يكون فيه مشكل. التحتانية ابتسام، ابتسام العروس لا؟ لا سميتها نشوفوا نشوفوا، عرفتوا غير وحدة. سكينة دراجي زكينة، عرفنا الأولى هدى الريحاني دنيا بوتازوت وسكينة دراجي. سكينة دراجي نشوفوا الصورة اللي من بعد، ثالثة ما عرفتش فاطمة الزهراء بن ناصر نو ثالثة. شكون حل عافاك حل ورينا هاد اللغز، حل لنا هاد اللغز. كوثر بودراجة و هادي صعيبة بزاف. فاطمة الزهراء بن ناصر، فاطمة الزهراء بن ناصر برافو عليك، انت عرفتها غير من هنا. إعجاب كبير هذا السمسي. لا ماشي إعجاب ولكن دقة الملاحظة. تبارك الله عليك. وهي صديقة عزيزة. دقة الملاحظة تبارك الله عليك. هذاك رفيق أنس أنس الباز من تحت. زيد وسميتو عمر لطفي. عمر لطفي. رفيق بكر أنس الباز وعمر لطفي. عمر. شوف. باين عمر من ليك. برافو عليك. سي رشيد الوالي لتحت، ولا نعيمة المشرقي الفوقانية، نعيمة المشرقي، فاطمة خير. خير فاطمة خير مدادر الأستاذ محسن، غنعطيك هاد الورقة هادي، هادي كارطة
ديال المدرب كارت صفراء وكارت احمر نفس السؤال غنعطيه لك ونعطيه للمنصف امتى كتخرج الكارت الحمراء امتى كتخرج الكارت الصفراء اوكي الى شي مخرج كنتي في بلاطو ديال التصوير وقال شي كلام طايح ليك قدام الممثلين وقدام الناس يعني قلل الادب ديالو بالعربيه كاينين شي مخرجين بعض المرات كاينين قلال ولكن كتوقع هاد القضيه كارت الحمراء علاش حيت طبيعة الحال الاحترام شي حاجه اللي مهمه بزاف وضروريه في الحياه بصفه عامه يعني في الدومين ديالنا الا ما كانش احترام متبادل الا ما كناش كنعطيو قيمه وكنقدروا الناس اللي كنخدموا معاهم والخدمه ديالنا ما كايناش نكونوا اصلا فنانه منصف الا كان عندك اخر نهار ديال التصوير وشي ممثل كان خصو يكون في بلاطو مع 8 الصباح وجاك حتى للجوج قال لك سمح لي البارح ما كنت سهران البارح انا الصراحه علاقتي هذا السؤال هذا علاقتي بالممثل ما عمرني خرج عليه شي كارطة سبب بسيط الممثل كنعتبره شي حاجه ماشي ممكن نقول لك ما يخطاش ولكن نكمل معاه التجربه ونقدر ما نعاودش نخدم معاه المره الجايه نختار انني ما نخدمش معاه ما تخرج حتى شي كارطه لا انت عطيتيني سيتياسيون معينه قلتي لي في النهار الاخر ديال التورناج ما بقى لي ما نخرج معاه لا حتى كارطه يعني ما تعاود تخدم معاه ولا ما تعاودش لا ما نعاودش نخرج نخدم معاه بيان سور ما نعاودش نخدم معاه محسن مالزي الى تعرضتي للخيانة ديريكت إلا اشتغلتي مع شي منتج في شي عمل وهذا المنتج صديق ديالك في الاخر ديال العمل قال لك راه هذاك الكاشي اللي كنا متفقين عليه غنعطيك غير 30% لان البيدجي ما قدنيش لانه لونجاجمون شي حاجه مهمه لونجاجمون وهذه بحال قلل الاحترام عليا يعني لونجاجمون الكلمه ما لا نقاش فيها محسن مازيلا الا توزعتي في شي دور اتصلوا بك واتفقوا معك قبل ما تسيني الكونترا وجا واحد النهار اكتشفت انهم عيطوا الممثل اخر بلا ما يعلموك ماشي مشكل هانية عادية هاد القضية وقعت نقدر نقول لك دابا انا دابا ولا شحال هذا؟ انا في البداية دابا هانية ماشي مشكل دابا نقدر نتفهم ان مثلا عندهم اختيارات اخرى ولا بغاو شخص واحد اخر يعني هذاك العمل ماشي ايديالي ماشي انا اللي خصني نكون فيه ولكن شحال هذا نقدر وديجا وقعت لي شحال هذا نقدر نتعصب ونقول لا علاش هذا الشيء ماشي ما تيدارش ولكن دابا نقدر نتقبلها منصف مازن انت كتشتغل في اعمال كمخرج طبعا بعض المرات كيكون معك المنتج واش تقبل ان منتج مثلا يدخل في المحتوى ديال الفيلم ولا المسلسل ولا العمل التلفزي مثلا انه يقول لك لا هذا الشيء حيد هذه الصفه ما ديرش هذه حيد هذه لا ماشي بحال ماشي هكا دايره الامور المنتج كتناقش قبل من التصوير وقبل يعني يقدر يكون عنده راي وتناقش معاه ولكن قبل ولكن في التصوير ما كاين ان سول زعما ان سول مايسترو اللي كيديريجي سينو غتكون عشوائيه و امبوسيبل يعني منصف مالزي واش عمرك قبلتي محسن محسن مالزي واش
راه غادي راه الوالده كتغلط. راه درتوني لي راه ديال الكرم راجل سليم تفيقه سليم عافاك. محسن واش عمرك قبلتي بشي دور وانت ما اقتنعتش به؟ يعني شفتي بان الكاشي ديالو مزيان وقلتي نخدم ندير التجربه غير على قبل الفلوس هذه المره. وي بصح لانه لانه ملي كتكون الخدمه ديالك هذه هي منين كتعيش من طبيعه الحال فكاين ماشي كاع الاعمال كتكون مقتنع بهم. كاينين اعمال اللي كيخصك ديرهم فهمتي لا في المسرح ولا في التلفازه ولا في السينما. يعني كاين اعمال ضعيفه وكاين اعمال اللي مزيانه ولكن كيف قلت لك خاصك تخدم ضروري تخدم. ما كيبقاش المعيار هو انه سي سون ميتي هذه المهنه ديالو. بعض المرات في اي مهنه كيعيطوا لك دير شي حاجه ما ماشي ديما الراي ديالك كيكون هو الراي ديالك راه خاص دير داكشي اللي بغيتي نتايا. دونك مادام مهنته هذه يعني الحاجه اللي مهمه هو يدير هذاك الشيء كوميم ماشي بقناعه ولكن يتقنوا يتقن اي دور تعطى ليه واخا ما مقتنعش به 100%. انا بالنسبه لي اللي كيقهروني بزاف هما لي زاريفيست على الدومين الوصوليين اللي مع الاسف كيحطموا داك الاساس ديال هذا الفن اللي هو الفن وكيحطموه بهذيك الرخوصيه ديالهم. هذا هو المشكل عندي انا مع برخص الناس اللي مثلا كتلقاه كيجي كيقبل باي دور كيقبل باي كاشي باي كونديسيون باي الهم ديالو يمكن ماشي هو الفن من اجل الفن ما يتطورش الفن ولا بهذه الطريقه هذه يعني تنظن ما يكونش طويله. كانوا الناس اللي كيقبلوا بكل شيء وكيديروا كل شيء ما نهضروش على واحد المنظومه اللي خصنا كلنا نساهموا فيها باش تقدر تتطور. هذه المنظومه هذه شنو خصها؟ الا كنت في مركز القرار وخصك تغير شي حاجه نقولوا اول حاجه تبدا بها شنو هي؟ بزاف ديال الامور كاينين بزاف ولكن الا قلت لك النظام اول حاجه ننظم المساله يولي تولي تعقلن اكثر تقنن اكثر تولي يولي بحال قلتي باين كيفاش الطريقه ديال الاشتغال باسكو عندنا مشكل في طريقه الخدمه عندنا مشكل في اشنو لي ليميت شنو خصنا نديرو شنو ما خصناش نديرو. كاين خلط بعض المرات كتلقى واحد الفوضى انسان مثلا عنده واحد لاطاش ما عارفش شنو هما الحدود ديالو ما عارفش شنو خصو يدير شنو ما خصوش يدير. فالنظام اول حاجه والوقت من طبيعه الحال كاين بزاف الحوايج كي قلت لك نعترفوا للناس وصيف يمكن عنده انا كنسيروا في هذا الشيء وكنزيد الحاجه اللي مهمه بزاف هي الفوضى ديال على دايغين مينوت. عندنا كل شيء ديما في حتى الاخر لحظه وانا ما عرفتهاش هذه القضيه من اشنو السبب حيت ما نرجع زعما نشوف المنبع ديالها. لا اعمالنا خصنا ديما نبقاو نمشيو حتى خصنا نزربوا خصنا هذا وهذا الشيء كيخلق بعض المرات منتوج ما مزيانش وحرام حرام ما نعطيوش الوقت لهذه العمليه الفنيه من السيناريو من التحضيرات يعني البريباراسيون. هادشي اللي كنشوفوه في اعمال رمضانيه تمام البوكلاج كنشوفوا بعض المرات شي عمل ضعيف كيبان لنا بانه نزرو كنرجعوا كنقلبوا كنلقاو بانه تخدم بالزربه باكلار دغيا ما تعطاش حقه. فوالا اكزاكتومون. عندي بعض الصور وبغيتكم تعطيوا لي على تعليقات واش تبغيو نشوفوا هاد الصور هادو. اها يلا شكون سحر ما عرفتش نقول لك مره دازت في حياتي والظروف خلاتنا ما نبقاش مع بعضياتنا ولكن كاينه بيناتنا بنيه دونك نتمنى ونربيو البنت في احسن وجه. كريمه غيت كريمة من العلاقات اللي ربحتهم في أعمال اللي كان عندنا تلاقينا في جروح وكان عندنا واحد الكوب اللي رائع بزاف واللي لقى نجاح كبير وهي من الناس اللي ربحتهم من بعد هذاك المشروع. هدى صدقي مبتلى اللي اشتغلنا في سوق الدلالة
ويعني في هذاك العام اول مره كنتلاقى معها، ممثله اللي خلوقه وطيبه وكدير خدمتها ومتواضعه، شي حاجه اللي زوينه. منصف مازيق ما تغادرنا، عندي واحد البريات هنايا ياك، غادي نعطيكم هاد البريات هادو ياك، وتقولوا هذاك الكلام ولا ذاك الرساله لمن تبغوا انتم توجهوها. اوكي يلا، شنو مكتوب تما؟ نقرا؟ اييه. بغيت نقول لك ندمت. لمن؟ صراحة ما بغيت نقولها حتى شي واحد هذه. بصح. لا يمكن. لا والله بصح. شي حاجة ندمتي عليها؟ حيت ما ندمت حتى على شي حاجة. داك هاد الجواب. ما ندمت حتى على شي حاجة. ما ندمتي على شي حاجة. منصف. كاينة هنايا شكرا حيت نتي في حياتي. لمن تقول هذه؟ نقولها للوالدة الحبيبة. الله يخليها لك. الله يخليها لك. تحية لها. كنبغيك بزاف. من تقول هذه الكلمه؟ كنقولها لبنتي اسلام. الله يخليها لك. تحية الاسلام. تحية الاسلام. نور اسلام. بغيت نطلب منك السماحة. كاين شي حد اليوم نطلب السماحة لأي واحد اللي غلط في حقه، لأنه كاينين الناس اللي غلط في حقهم. دونك من هنا كنقول لهم اسمحوا لي الا صدر مني شي حاجه، ولكن راه قلبي زوين. بقات وحده عند منصف. شوف هذا اقرا انت. اقرا نديرها انا وياك. انت اجمل ما في حياتي. واو واو واو. شتي هو راه عرفها. حيدة على هذه. من الاول شنو كاينة شي حاجة ماشي هاد. لا 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 كنضحك. شي أجمل من في حياتي. أنا كنقول على رازان بنتي. رازان. رازان تحية لها. شي أجمل من في حياتي. طيب بحال نقولها للوالدة الأم ديالي، نقولها لها لأنه الوالدة الوالدين تيعانيو بزاف وتيسمحوا في راسهم باش حنايا نوصلوا، ديما تيبغيونا نكونوا احسن منهم. فتقدر واخا كتكبر واخا كتوصل لي وصلتي دائما كيبقاو ديما كتبان لهم تيخافوا عليك وكيبان يسولوا فيك دائما. ديما مشطونين عليك بحال كيهملوا حياتهم على ودك نتايا. تحيه للوالدين. تحيه دايوغ الوالده قالت لي كتسلم على الجمهور كله، قالت لي هاكا قلت لها غادي نمشي غادي نحضر مع رشيد شو، فرحت بزاف وقالت لي سلم لي على الجمهور مزيان بحراره. صافي اليوم ان شاء الله كتفرج فينا غادي يعجبها الحال ان رسالتها وصلت. وصلت. منصف شكرا لحضورك معنا. الله يبارك فيك. نورتينا في البرنامج. الله يحفظك الشرف لي وشكرا لك. نستقبلك مره اخرى في اي وقت مرحبا بك. الله يحفظك شكرا جزيلا. كنتمنى لك التوفيق في الاعمال اللي جايه ان شاء الله. شنو تقول اليوم المنصف قدام المغاربه كاملين؟ المحسن خويا كنقول له الله يوفقه في مسيرته واي حاجه دارها ربي يسهل له فيها ويمشي لانه غادي في تطور زوين يحافظ عليه. بارك الله عليكم. منصف مالزي. محسن من زهرك اليوم ان عندك جوج ديال التحديات في الحلقه. اوكي صبر علينا وقبل علينا ماشي مشكل. اوكي التحدي الاول هو الميكسور، غادي نشوفوه دابا، والتحدي الاخر اللي عندك غيكون صعيب بزاف غيسمح لينا وصافي. غادي نشوفوا الميكسور مع محسن مالزي من بعد ما غنشوفوا هذا السكتش نشوفوا حالا ونتلاقاو. محسن مالزي في الميكسور اللي هو العصير بيان سور ياك. حنا غادي العصير. عطيه العصير. عطيه العصير، ولكن انت غادي انت حر في انك تجاوب ولا ما تجاوبش. في جميع الحالات انا الغرض ديالي هو انني نحط لك داك الشيء زوين، كيوي مونغ اناناس اللي بغيتي، ولكن انا الهدف ديالي هو تجاوبني. صح. هذا هو الحلم ديالي انا شي فنان يجاوبني على كل شيء. صح. انا نحاول نجاوبك على كاع. واخا شكون المخرج اللي مستحيل تخدم معاه؟
مخرج اللي مستحيل نخدم معاه. يلاه قال لي غنجاوبك على كل شيء، ياك عاطلين شاهدين عليه. لا ولكن ياك قالها ولا ما قالهاش؟ صراحة بصراحة ما كاينش. ما كاينش؟ ما كاينش مخرج اللي ما نخدمش معاه. ياك. انت عارف القانون ديال هاد اللعبه هادي؟ شنو هو القانون ديال اللعبه؟ ما فيهاش شي حاجه ما كاينش. ما كاينش خصك كاين هادي ولا هادي؟ ما عندك سميه؟ غندو نعطيك سؤال اخر. اعطيني سؤال واحد اخر. سؤال واحد اخر؟ واخا. شكون هو بالنسبه لك افضل مخرج ما بين هاد الجوج؟ نور الدين الخماري، منصف مالسي. قلت شي عيب انا دابا؟ واش قلت شي عيب؟ شنقول لك؟ نور الدين الخماري ما عمرني خدمت معاه، هو مخرج اللي مستوى وتيدير اعمال مزيانه. في منصف خدمت معاه، دونك بالنسبه لي منصف منصف واعر في ليماج، في عنده دي بوان فور، عنده دونك نقدر نقول منصف. واخا سيدي ربحتيني في هذه. ها خذي بانا شو سؤال تاني؟ في مسلسل ديال جروح بزاف ديال الممثلين تبارك الله تميزوا في الاداء ديالهم. كان نصر اقبا، كان سانديا تاج الدين، كان الفنان الكبير رشيد الوالي، بزاف ديال الممثلين. إلا قلت لك ما بين سانديا تاج الدين وكريمة غيت، شكون اللي يقنعك الأداء ديالها أكثر؟ رغم أن الأدوار كانت مختلفة، ولكن شكون اللي قنعتك كممثلة في الأداء؟ سندية شفتها في أعمال وخدمت أنا وياها قبل من جروح، ولكن كريمة فاجأتني بصراحة في الممثلة اللي بواحد احترافية عالية بزاف، هي مغنية وممثلة، الأداء ديالها كان مقنع بزاف بالنسبة لي. اللي عجبك أكثر؟ كريمة. كريمة. دابا غادي مزيان ياك. خبرتيها مع سندية. لا بالعكس سندية غادي تنهضروا على كيف قلت لك ثانية ديجا خدمنا قبل وداك الشيء. ف نبقاو في نفس المسلسل، مسلسل جرح. شكون هو الممثل اللي بان لك بان الدور ما جاش معاه بزاف؟ صراحة حتى واحد ما بان ليا ما جاش معاه الدور. واخا نبدلك السؤال، اعطيني اسم عمل اشتغلتي فيه غير على قبل الفلوس. نقولوا اشتغلتي به على قبل لو كاشي. واش تقدر تعطيني هذا الاسم؟ مشكلة مع هذا رشيد. مشكلة هذه. وشوف راه بزاف الاعمال كتخدمهم بطبيعة الحال على ود الفلوس، راه الفلوس ما نكذبوش على ريوسنا. انا الفكرة هي انك خدمتيهم على قبل الفلوس رغم انك ما مقتنعش بالدور بزاف ولا بالعمل. نقول لك بلا صرحتي بهذه القضية كنحترمك، كنتي صريح في هذا الجواب هذا. قلتي كاين شي عمل اللي درتو واخا ما مقتنعش بزاف بهذا. اعطيني اسم. بغيت نتفكر دابا شي عمل. وعندك الحريه لما بغيتيش تجاوب. كاين اعمال ما معروفينش فهمتيني، اجنبيه راه درتهم على ود الفلوس من طبيعه الحال. لا من غير اجنبيه. الاعمال المغربيه الا قلت لك سميتو غادي نكون غادي نكون بحال ظالم، لانه العلاقات كيربطوك مع ناس يعني كتبغي. بغيتي تجرح حتى واحد. ما بغيت نجرح حتى واحد. بغيت تجرحي المعده ديالك. نجرح المعده ديالك. شنو هذاك المعده؟ هذا سكيتش بيان. مزيان. مزيان.
شوف انا ما نبغيش الكاتب صراحه. اسمحوا لي هذه نجاوب. ها الا كنتي مخرج ياك ديال مسلسل جروح قالوا لك خصك تختار ممثل واحد يلعب البطوله في بلاصه رشيد الواد. شكون هو الممثل المغربي اللي كيبان لك غادي يعطي احسن من رشيد الوالي؟ احسن من رشيد في هذاك الدور. بغيتي تجيب لي الصداع دابا. انا شرير ولا عايش فيهم؟ لا كون ما قلتيش حسن نقدر نعطيك اقتراح، ولكن ملي قلتي حسن وانا فاللي حسن هو الحار. واو هادي صغيرة. لا لا الحمراء لا الجمهور معاك دابا. برافو الجمهور، الجمهور قلبه زوين هنين. يلا اخر سؤال وكنأكد لخويا محسن ان التحدي اللي عنده في اخر حلقة صعب من هذا. صعب من هذا صعب. تبغوا تشوفوا في التحدي الاخير؟ مسلسل بيا ولا بك؟ شكون في نظرك تألق في الدور ديالو أكثر من غيرك أنت؟ شكون اللي بان لك تألق في الدور ديالو أكثر في المسلسل؟ شكون اللي بان لك تميز بزاف في الأداء ديالو؟ أعطيني اسمه. كمال كاظمي. محسن مالزي. ما عرفتش كيف ما عرفتش كيف غادي يجي هذا الشيء هذا خاص حد انك هاد الحافظ. انا حسيت في الحلقه بان محسن شخص مسالم، ما عندوش مع الصداع بزاف، ما عندوش مع المشاكل، ما كيبغيش يخسر الخواطر. ديك الشيء علاش ملقى مع قبل الحار؟ ولكن راه واخا هكاك صدمني. جاوب على شحال من سؤال. غير الحار والجونجومبر ديجا ماشي خايب. ما تشربش معايا دير معاك شي بركة أنا. سلام محسن. محسن مالزي غادي نسولك دابا على شي اشياء وخصك تختار منهم ايضا بحال الميكسر ولكن بلا عصير هذه المره. اوكي كون جوك مثلا فرص انك تلعب في هذه الافلام، اين واحد من هذه الافلام تبغي تمثل فيهم؟ كازا نيغرا، ملائكه الشيطان، طريق الى كابول. كازا نيغرا. كون كنتي عضو في لجنه التحكيم وترشحوا هاد الممثلين اللي شاركوا في مسلسل المكتوب، لما تعطي جائزه احسن تشخيص جائزة أحسن تشخيص لمن؟
صراحة ما تفرجش المكتوب، نشكر معك صريح. ما تفرجش في رمضان ما تنقدرش نشوف كل شيء، شفت شي مسائل مازال ما شفتوش باش نعطيك رأيي في المسلسل. واخا مسلسل جروح لما تعطي جائزة أحسن تشخيص إذا كنت في لجنة التحكيم. مشكلة هذه. لا نقدر نعطي الكريمة غيت. لأن هي البطلة ديال الفيلم ويعني دارت واحد المجهود كبير وبانت في بزاف ديال المشاهد اللي تقريبا تيهزوا العمل. نعم. أنا عجبتني الصراحة ديالك محسن. مرحبا. وباش غتزيد تعجبني هذه الصراحة غادي نمشي أنا وياك للفقرة ديال الجوكر. أوكي. غادي تجاوبني ولكن هذه المرة الأجوبة راك عارف. واه. ما عندكش حق ترفضهم إلا مرة واحدة. مرة واحدة أوكي. غادي نشوفوا لو جوكر. وغادي نشوفوا ايضا تحدي مع محسن بعد ما غنشوفوا واحد لو سكتش نشوفوا حالا ونتلاقاو معكم. محسن مالزي فقرة الجوكر. نبداو. ما كنبغيش نهضر على الخلافات ولكن غنجاوب. محسن مالزي واش تقدر تكشف لنا على سبب خلاف مع الممثله ساره بيرلس؟ صراحه السبب ديال الخلاف هو الطريقه ديال كيفاش يعني كان واحد المشكل. انا مشيت هضرت معها قلت لها فوالا ولا نقولها قلت لها ما بغيتش ديري سميتي في الستوري ديالك وما عجبهاش الحال صافي. ملي كنت كنهضر معها بحال هكا من بعد هضرات هي وسمعت ليها وملي بغيت نهضر انا مشات وخلاتني واقف وما عجبنيش الحال دونك تخاصمنا تغاوتنا في ذيك الوقت وقلت لها ما ولكن المهم داز داك الشيء ما بقاتش شي حاجه في قلبي من جهتها ولا زعما خايبه ولكن في الوقت ممكن بعض المرات تخاصم مع شي واحد. الان ما كتهضروش ما كتواصلوش؟ لا ديجا ملي سال البروجي ما اصلا ما كانش بيناتنا شي علاقه ما اول مره تنتلاقى يعني في عمل ومن بعد ما وكذا هذا الخلاف كاين صحيح كاين. ندوزو السؤال اللي من بعد. وي يلا نقدر نجاوب على هذا السؤال هذا. منصف كاين شي ناس كيروجوا شي كلام كيقول انك مدمن على المخدرات وهذا الشيء خلق لك مشاكل على المستوى العائلي وايضا المهني. وي يقدروا يروجوا هذا الشيء، هذا الشيء ماشي صحيح. ما كاينش هذا الشيء. لا ما كاينش هذا الشيء. ما عنديش الحمد لله حتى شي مشكل لا في العائله زعما ما عنديش مشاكل في العائله وما عنديش مشاكل في الخدمه. ربما يقدروا يكونوا الناس تيقولوا شي حاجه انا ما في خباريش هذه القضيه اللي تيقولوها الناس. وباش نقول لك تقالوا بزاف د الحوايج ما كاينينش عليا فهمتيني. تقالوها في الزواج الاول ديالي قالوا بلي قالوا شي امور ما كايناش. انا تنتفاجئ من القصص اللي كيقدروا يخلقوها الناس. كيروجوا هاد الاشاعات وبعض المرات ما كتوصلش لك. انا بحكم انا ماشي شي واحد اللي كنتبع مواقع التواصل الاجتماعي ما كيوصلوني اخبار ولا اشاعات اللي كنبقى كنضحك ما كنجاوبش عليهم بطبيعه الحال لحقاش عارف نعم. راسي وعارف شنو كاين. نعم. جوج سؤالين بعد. وين نقدر نجاوب على هذا السؤال؟ ماشي مشكل؟ نقدر نجاوب ما عنديش مشكل. حيت عارفك سبق وقلتي لي بانك متحفظ على
الحياة الخاصة ديالك؟ التفاصيل ما كنهضرش فيها، ولكن إلا بغيت كاينين أمور توضح شي حاجة توضح. محسن مازيس سبق وتزوج شي جوج المرات والعلاقة بجوج ما كملوش، واش عندك الجرأة اليوم تقول السبب الرئيسي اللي خلى هاد الزيجات ما ينجحوش يعني ما يكملوش، خصوصا أنها سمعت حتى المدة ديال الزواج ديالك كانت أشهر قليلة يعني. حتى شي تزويجة يمكن ما كملت العام. حتى وحده ما كملت العام. شو السبب؟ صراحة انت هي الواقع ولا الحالة كتجاوب على راسها، لانه بصح ما تخداش الوقت. انا تنقول باللي ما خديتش الوقت مزيان باش نتعرف على هاد الانسانات هادو قبل ما نتزوجوا يعني، وهذا عامل رئيسي بزاف. التسرع كان تسرع. الى بغينا ندوزو من بعد التسرع يعني بحال تيصعاب التفاهم، فهمتي؟ لان ملي كتكون شي حاجه مزروبه من بعد كتكون في الاول كتقول راه هذا الشيء هو هذا، ولكن من بعد كتكتشف باللي هذاك الشيء ماشي هو هذاك، لانه بزاف ديال الجوانب ما كنتيش عارفهم قبل وهما اللي خلقوا مشاكل من بعد. ما تنقولش لك انا مزيان ولا انا، حتى انا عندي درت اخطاء بزاف والبارتنير حتى هو دار اخطاء وما كتبش. هذا الشيء اللي بصح نقدر نقول. نعم. نقدر نجاوب على السؤال. كاين شي ناس كتقول انك على علاقة بالفنانة كريمة غيز، وان هذه العلاقة هذه رافضين انكم تكلموا عليها وتخرجوها للعالم. بصح كاين الناس كيقولوا هذا الشيء. كيقول هذا الشيء. حتى وصلت وسيرتو وصلتني سيرتو من بعد واحد التصويرة اللي درناها انا وياها في عيد ميلاد ديالها. وقالوا باللي كتردنا علاقة. صراحة انا بالنسبة لي النجاح ديال الجروح هو كيدل على نجاح ديال الكوب اللي كنا انا وكريمه، ولكن باش نقول لك كتربطنا علاقه ما كايناش علاقه، يعني علاقه اللي زعما كتجمعنا جوج الناس. علاقه هي صديقه بطبيعه الحال، كيف قلت لك انسانه اللي ربحتها من بعد مسلسل جروح، هي والمخرج وممثلين اخرين الوداد رضا العلاوي، يعني هذه هي العلاقه اللي كتجمع. مي بصح كريمه انسانه اللي تعرفت عليها في جروح، انسانه اللي طيبه بزاف، اللي كتشتغل اللي زعما مشاهده في خدمتها، واللي عندها واحد المكانه عندي بطبيعه الحال. محسن من الفنانين القلال اللي ما استعملوش الجوكر في هذه الفقره هذه. وانا تفاجات لانه عرفت بانك متحفظ جدا على الحياه الخاصه ديالك، ورغم ذلك جاوبتي على اسئله اللي كانت شويه قاصحه. ماشي كل شيء قبل يجاوب عليها. كنشكرك على الصراحه ديالك. شكرا. وهذا الجوكر هذا كيخول لك انك ما ديرش التحدي الاخر اللي هو تحدي صعيب، ولكن انت واش تبغي دير هذا التحدي على قبل الجمهور ولا ما ديروش؟ انت أن حر. يعني كاين تحدي واحد اخر. دابا الجوكر هذاك، دابا الجوكر ما استعملتيش. ما حدك ما استعملتيش كيعفيك من التحدي الاخير. لا ندير التحدي على ود الجمهور نموت على ود الجمهور. محسن مرزي في التحدي. محسن بخير؟ صافي مزيان بخير. عجبك الحال؟ نشط مرتاح؟ الحمد لله. انت درتي التحدي على قبل الجمهور. على قبل الجمهور. يلا نسمعوا المقطع الاول. خصك غير تعرف الاغاني، الا عرفتي الاغاني راك مزيان، ما عرفتيش الاغاني راك سميتو عليه. غنحاول. يلا نبدا. هذه كان يا مكان ديال الموسيقار
عبد الكالي. عبد الكالي هذه عرفتها غير هذه دابا غادي ندوزوها لك، ولكن اللي جايه اللي ما عرفتهاش غيهبط لك شي. يلا نسمعوا. هادي بالخيار، هادي بالخيار. اشنا هي سميت الاغنية؟ علم الغزل. قفلوا علم الغزل. ها محمد عبد الوهاب. اش خاصني ديال الوقت باش نعرف. يلا نسمعوا مقطع اخر. طلع طلع شوية. يلا طلعوا هنا طلعوا هنا. الله يعطيك شكرا. ما كتخافش بزاف من ما كنخافش بزاف، ولكن شي ديرونجي شي شويه الريحه ديالهم. مرحبا بك، تبارك الله عليك. خويا فاطمه شكرا بزاف. شكرا للجمهور محسن، شكرا بزاف اللي حضرتي معنا في هذه الحلقه هذه. شكرا ليك، وحنا كنا فرحانين انك تكون معنا اليوم. انت ممثل مقتدر، تبارك الله عليك. الله يحفظك، وكنتمنى لك كل التوفيق في مسارك الفني ان شاء الله في الاعمال اللي جايه، ودائما تقدم اعمال في المستوى ان شاء الله اللي تنال اعجاب الجمهور. في الاخير نخلي كلمه ليك، شنو تقول لنا الجمهور اللي متبعك؟ اولا بغيت نشكرك بزاف على هذه الحلقه اللي دازت زوينه بزاف، عجبني الحال، وكنبغي نشكر الجمهور هذا زوين. ومن هذا الجمهور هذا كنبغي نشكر الجمهور كله اللي كيتبعنا واللي كيقدر الفنانه. ونبغي نقول واحد القضيه، ان الانسان يخدم على راسه في هذا الوقت، لانه شي حاجه مهمه نخدموا على ريوسنا دابا، هي اللي محتاجها لاي واحد. نخدموا ونامنوا بداك الشيء اللي بغينا ونتعبوا عليه، ونقدروا نوصلوا ونخليوا شي حاجه زوينه قبل ما ان شاء الله. شكرا محسن مالزي. شكرا لك. برافو برافو.